كنت أنا ساكنة بحلب منطقة باب النصر المجيء الأولى. كنت راجعة من يوم من شغلي 25/11. وصلت كانوا مسكرين طريق جديدة، دخلنا من الحارات القديمة منطقة الجلوم، وأنا داخلة على ساحة الملح قفى قصر باب قسم باب النيرب، في قناص من قصر العدلي تصوبت فيه. أنا هلأ عايشة هون بكلس، أنا وماما وخواتي ثلاث بنات وزوجي وطفلتي بحدود جرابلس قريبين ضيعة سوسن باد، ما بخليني أشوف طفلتي أبدا. من فترة أسبوع تقريبا أجا عندي شركة عفوا أطباء منظمة أطباء بلا حدود أنسلينا وشاب معه، وقالت لي انه بحاول انه ارجع اجي، سمعت لي لمشاكلي وهيك، وحكت لي عن قصة قرايبينها كمان انه مو من الحرب، انه صار معه مشكلة قرايبينها ونفسيته متحسنة كتير، انه مثل ريحت لي نفسيتي.